والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة. المفروض احنا نعرف كيف حياة الألعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا، لو صغير لو كبير، يعني المهم يقتل. اليهود بيفكروا عشان هم كتير قتلوا منا، بيفكروا إنه خلاص إحنا حنترك أرضنا وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلاص حنستسلم. لكن إحنا عالفاضي، كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا. وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله، وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. قل عسى أن يكون قريبا. متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزور وادي؟